معايا على التليفون النجم الكبير كابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو برحب بيك، ويعني مباراة الأهلي مع الترجي التونسي بكرة، هل يعني غياب الجماهير وغياب الست عناصر من اللاعبين الأساسيين للترجي التونسي بيسهل مهمة الأهلي ولا لأ؟ كابتن عمرو، كابتن عمرو، الو، كابتن عمرو ازيك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ تمام يا حبيبي، الحمد لله. سمعت السؤال ولا نقوله تاني؟ لا قولوا تاني. كنت بتعمل ايه يا كابتن عمرو في الفاصل؟ بيني وبينك محدش سامعني. لا والله ما فيش حاجة، لسه جاي من الشغل. الحمد لله على السلامة. حبيبي الله يسلمك. الله يخليك. غياب الجماهير وغياب 6 لاعبين من الترجي التونسي، هل يسهل مهمة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في مباراة الذهاب؟ بص كابتن اسلام، في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالها منها، اللي هو حتة ان الجماهير مش موجودة. ده بيسبب حاجتين. طبعا بيسبب ضغط كبير على لعيبة النادي الاهلي، بالذات في اول ربع ساعة بتاعت جس النبض، وفي نفس الوقت بيصعب المأمورية على فرقة الترجي، وبيضغط عليها ان هو عايز لعيبته تبقى جاهزة وتخش في الجيم بدري. اما هيلعب بعدم ضغط جماهيري هيبقى يكون بيلعب عادي مش قلقان. ده بالنسبة للترجي، بالنسبه للترجي مش هيبقى قلقان. انت الجماهير في ملعبك ضغط عليك انت رقم واحد، مش ضغط على القسم، ضغط عليك انت رقم واحد، عايزك انت تهدف، عايزك انت تخش في الجيم بدري. لعيبه النادي الاهلي بخبراتها، يعني هقولها بشكل واقعي، مباراه كبيره خاليه الجماهير، يعني مباراه كبيره ما بين فرقتين كبار خاليه الجماهير، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اللعيبه البدلاء مكان ال6 لعيبه المصابين اللي حضرتك قلت عليهم. اي واحد عايز يثبت لنبيل معلول ان انا موجود، فهيطلع من عنده اعلى نسبه اداء عشان يثبت ان هو اما يرجع المصاب انا اللي العب مش هو اللي يلعب. في لعيبه كده، اللعيبه الكبيره اما بتكون بتجيلك الفرصه، الاجانب بيقول لك ايه، امسك فيها ما تسيبهاش، الموقف بيجي لك انت. يعني مثلا ياسر ابراهيم اما جبته من مباراه بيراميدز، انت جبته من الدار للنار، انت جبته قبلها في مباراه الرجاء، جايبه من الثلاجه على الاداء. في لعيب بيقعد بره بيركز، في لعيب بيقعد بره بيقرا اداء الموقف او المكان اللي بيلعب فيه زميله. اللعيب اللي بره تركيزه مش ان انا اكلم زميلي او ان انا احكي مع اللي جنبي، لا انا مركز في المباراه عشان اما اخش من ما انتهى منه زميلي اادي انا. في لعيبه كده، في لعيبه الفرصه بتجي لها من اصابه، بتجي لها ل3 انذارات، بتجي لها لايقاف، فانت الفرصه اما بتجي لك بتمسك فيها. اللي هيلعب ده هيبقى عنده حلين، عايز يثبت لنبيل معلول ان هو كويس، وعايز يثبت قصاد النادي الاهلي ان هو لعيب كفء. شفت اختار حاجتين، فلازم يكون العيار بتاع لعيبه النادي الاهلي اعلى من المعدل العادي. كان الله يرحمه الكابتن ثابت يقول لك اما تلعب في موقف زي ده اللعيب بيشوفك حاجه كبيره، لو اديته مساحه بعد ربع او تلت ساعه بقى زيه زيك، عدت نص ساعه والشوط الاولاني بقى راسه براسك، الشوط الثاني تفوق عليك. طب ليه؟ من الاصل انا امكانياتي وتركيزي في حاجتين، انا رايح العب تونس ايا كان، بلعب في رادس بجماهير من غير جماهير، انا رايح ليه هدف. نمره 2 اخلص المشهد من هناك. ان انا هاجي مصر، احنا طالبين ساعه الجماهير في استاد القاهره تبقى كامله، كل دي ضغوط، كل دي تحمل على لعيبه الكوره، لعيبه الكوره اللي موجوده عايزه تادي وهي مستريحه. الثبات الانفعالي من لعيبه النادي الاهلي امام الترجي هو اللي هيعلي الكفه. في نفس الوقت نبيل معلول مدير فني كبير، عارف النادي الاهلي كويس قوي، وعارف مفاتيح النادي الاهلي بدايه من علي معلول ولا مروان، عارف بيلعب النادي الاهلي ازاي، وهيعرف يخرج كل الامكانيات من لعيبته. ويمكن هو قالها قبل كده في مؤتمر صحفي، قال لك انا ما بحبش اقابل الفرق بتاعت شمال افريقيا اللي زي، يعني ما يقابلش الاهلي، ما يقابلش الوداد، ما يقابلش الرجاء، انا عايز العب من بعيد لبعيد. زي بالظبط الوداد لما بيقول لك انا مش عايز سان داونز، دي فرقه حريفه، فرقه مكتمله الاداء، هتضايقني لو لعبت الاهلي والترجي لاعب سان داونز، احسن لي اما اوصل نهائي والاداء والتركيز هو اللي يوصل مين اللي يحصل على البطوله. دي مجموعه حاجات يا كابتن اسلام كل مدير فني بيقولها.
انا بتوسم في اداء وفكر كولر انه راجل هادي ما بيقللش من قيمه الفرقه اللي قدامه ولا بيقلل من قيمه امكانيات لعيبته. يعني بيتكلم عن الترجي ان هي فرقه كبيره جدا، وبيتكلم على ان فرقتي كلها جاهزه. انت محتار، اسلام صادق، عمرو الحديدي، ايا كان الاسماء، انت محتار هو حسين ولا عبد القادر، هو طاهر ولا تاو، هو عمرو السوليه ولا ديانج، هو كهربا ولا شريف، باستثناء هاني ولا عبد المنعم ولا معلول ولا الشناوي، هتلاقي برضه انت محتار هو متولي ولا ياسر ولا رامي ولا خالد عبد الفتاح. الروتيشن موجود، بس هنقول في الحته الاماميه، الحته اللي في نص الملعب فيها استقرار شويه. طيب كابتن ذكاؤه عمرو، حضرتك يعني مدافع من المدافعين المتميزين طبعا اللي مروا على النادي الاهلي، كنت بتكلم في نقطة ان يعني خط الدفاع او تحديدا الظاهري المساك او الاتنين اللي في القلب دول بيبقوا يعني من اهم مراكز، لم يكن الاهم مراكز الفريق في اي فريق كبير او اي فريق بينافس على البطولات، وثبتهم في التشكيل وتواجدهم بشكل اساسي واستمراريتهم، ده بيكون ليه دور كبير او دور اكبر في فرض استقرار الفريق داخل الملعب. النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كل ما لاعب بيظهر بشكل مميز في من ظاهري القلب او من المساكين، كل ما لاعب بيظهر بشكل كويس يا اما يحصل له اصابه يا اما يحصل له ايقاف، فبالتالي ما بيكونش في استقرار كبير في المركز ده تحديدا. هل ده بيمثل مشكلة خلال الفترة اللي جاية أو تحديدا في مواجهة الترجي سواء ذهابا أو إيابا في المباراتين اللي جايين بدءا من بكرة؟ بص يا كابتن اسلام، حسب الفرقة اللي بتلعب قدامها، فرقة عندها فروت صريح بإمكانيات عالية بلعب بمساك وليبرو. لو فرقة إمكانيات فراودتها يعني هجامين بس بدون المهاره، يبقى انا محتاج اتنين بيحضروا كويس. انت تملي بتقول احسن شيء بيميل لي كولر هو اداء متولي مع عبد المنعم. قبل ما تقول الاتنين دول عندهم الانسجام، الراحه النفسيه للتالت بتاعهم اللي هو الشناوي. لازم يبقى في ربط ما بين التلاته. الشناوي متولي عبد المنعم، هنقول السبتين بسم الله ما شاء الله هو الشناوي وعبد المنعم. هتبص المتولي الضغط العصبي والنفسي اللي كان موجود فيه، حصل له الاغماء اللي حصل في المباراه. النقطه الاهم يعني مباراه بيراميدز او الضغط العصبي اللي كان فيه، انت بتدي رامي ربيعه وهو في ادائه وفي تميزه جاله اصابه في الترقوه، فبتضطر تختار ياسر. انت جبت ياسر عشان يلعب على حمزه خابه، فرويد محطه بيحضر للثلاثه اللي تحت فروده الرجاء، فانا محتاج مساك مش محتاج واحد بيحضر، كفايه عليا عبد المنعم عشان تحضيري من ورا هيبقى في نسبه قليله قوي بالذات في المباراه اللي كانت هناك. طب انا محتاج ايه؟ خلاص بقى الموضوع بالنسبه لكولر متولي ولا هاني من جوه، وطرفت خالد عبد الفتاح، لعبت خالد عبد الفتاح، استعملت حمدي فتحي في الحته دي زي ما موسيماني اكتشف حمدي في الحته دي، لعبت ياسر ابراهيم، لعبت رامي ربيعه، لعبت متولي. هي الفكره في حاجه واحده، محمود متولي انت ليه تم عملت له تشيك اب وكان الضغط العصبي عليه باغماء، حتى كان الرياكشن الشناوي كان واضح وهو بيشاور للجهاز الطبي. ياسر ابراهيم عشان انت جايبني من بعيد قوي، فالضغط العصبي اللي انا بركز فيه والتدريب اللي هو بيزود اللعيب جزء معين، اما المباريات شكل تاني، المباريات ليها شكل مختلف عن اداء التدريب، فحصل له الشد اللي احنا شفناه. رامي اصابه مفتعله، يعني انطره من فيرويد وقع على كتفه وحصل له الموضوع ده. لو الماتش مشي عادي هتلاقي محمد عبد المنعم ما بيخشش في المهاترات دي بعد اصابته بالكسر مرتين في الانف، فهو بقى بيستعمل ايه؟ بقى بيستعمل جناحاته، بقى بيعمل التكف من الجنب، ما بيعملش بالمواجه، حاجات زي ما بيقولوا ايه؟ انا اتصبت فبقى عندي تراجع شويه من الخوف في الالتحامات. هاني الراجل لما بيلعب واحد في خط الظهر باك رايت ولقاه بيزيد وحس ان الحمل البدني بتاع هاني او الاداء البدني قل، قبل ما يتصاب قام سحبه واداله فتره راحه كويسه وقام منزل خالد عبد الفتاح.
يبدأ ما انتهى منه محمد هاني. الوحيد ويمكن انت بتقولها في كل البرامج وفي كل اللقاءات، علي معلول. اشمعنى ده؟ فالراجل قال لك ده هو مكنه قديمه مجرد تمنها فيها، اما بزيتها بتديني الاداء اللي انا عايزه. فمش هتقدر تضحي عشان الناس شايفه علي بس، اما الحته اللي في في القلب دي بره محمد عبد المنعم تقتنع وترضى باي حد يكمل. رامي ربيعه سرعات والتحام وطول وعرض، خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم اللي هو المان تو مان اللي زي مشير، انا عايز واحد مثلا زي ابو الدهب ولا كمونه بيزيدوا عشان في اتنين مساكين مأمنين. الحاجات دي كلها الراجل بيحطها في حساباته، بس انا عايز احضر عشان اسهل الماموريه على ديانج والسوليه وحمدي فتحي ومروان، يبقى محتاج محمود متولي ومحمد عبد المنعم. النجم الكبير كابتن عمرو الحديدي، طبعا نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك، وطبعا كلام مهم جدا عن مباراة الأهلي والترجي التونسي.